مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله دني وحلي شاعي إنه يهاي مشرح مدحوين أمرك لو تاجن حلك مدحتني مذا بنتلان أيا وح أوكه الله أهرم بدن الله حديد بنتلان وحصيد عرس أوكه الله إلى كغيب قل دونان دور شذا بنتلان تضبيه تمنك حل دمان الديجان دور شذا وتهاي الديجان ذا إس سي خاتمه هذا بهلك اللي أهم قال هذا جرو عاصمة بنتلان شعبك كل دقن أيا إنه أركتوا ذا كوي ديني هذا لا دين وحاكم ذا ها عبسات موسى وها وها كذا خلطة وها وقول يا خلطة سعادة وقول يا وها خلا كل غطى نبح يا اللي جاي كورن هلا لا تيجي تقفوا بحر وقت شو دو ما مك ما مك قبل ما قبل قاتل ما قبل يا ما خال أفتح 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 ما هذا بونس أفتح ساعة كان وقت بحر بطن كل واحد كنال كفيه اسم قاعد واحد واحد يري وحنا نروح كارون عندي ورتوا وح سويت شري وأنا وح ولي قد جوجل شري ما دام اللي يري إن دور شو ون فات ون فات ون مان لما قال كرو أو أي معارض في بدل أي دين اللي وقلوا سنة كان عصبه اللي هرقليه أي كوات كيستين إلا قاتو نحدي نحدي كحلبان ولا دول لقدر دور رجلي إن د برنامج دول دبتلان تاسو حي هاي إن دول كل رجلي هاي إن سيد هرا لقوس عليو ويا دول عفرت يصير على لقوس قلنا نمكي إن تدويتون كي هراتو إس سيناي مش كبحري دور شو وقت يعني وتعين هاي عاو مركي نجح ولا نبدا بريبيش كديمن يسدد براعة كديمن تون بريبا كديمن تون برنا لقوس وحيل كرو أنت ك دول كل رجلي هاي تدويت حلبان هذا مكان هو يحل قلنا ساعدو يرين كان لقمة كي عفرت يصير على waxaan ugu galayaa nixdani nixdankii hore oo dastuurka buudaan ku qorna walaahi inay aqbalay kul aad iyaga u taala go'aankan waa loo sheegay waxa hadii ay billa committee oo sidii hore xilki u qaadanaysa wixii soo qaadanaysa cilmiyanadii keen sida lagu yid marka waa hawl bin qolaysa in la soo xulo marka doorashadii waa taagan tahay marka walaahi waa dhalin ka dhaawaay maxay dhalin way hadii nimankaan yiraahdaan waa ka baxnaa meesha khilaaf waa dhalin ka dhaawaay ninkaana wuxuu yiri in doorashada 49 lagu ma galiye wuxuu leeyahay nixdankii aan wixii noqonaysa muddo korsi meesha inay yimaado نكان نحلك وساق كرسو دي كلا وحنا قلنا سعين دبلور دقة أو وحنا صوحنا وح خلاص ما تشردي با جرادة دي يقاشي بيري أن تي وح ويا مكبح أنا مدح وين فردي الله نهاي ما من جارة والله نهاي وسير تبل تبل لنا قلنا ما قلنا سوسة قلنا في عنا شان يا فرتن فرتن السجال كانوا قلنا ساسة حلو هاي نكو قلنا هذا يكون جديدنا تي يكون قدر سوبر دبتة كده عيسو الله السجال يا فرتن كانوا قلنا وهذه الله يرسل لي ما يغلاف غير ما يقاتل وتقتل وسقتي وعمش اللي قدوني يشبل لان يقتل لان يقاتل اللي قدوني يا سدي هو يلا لها ريركا ضرب إنه يلا لها إن سدح ما هو يلا لها وأنا قشقي والله غلا والله بدير بوت هاي بدي سدح ما والله سميو مركا إن شاء الله دو الله من هذا واسع تي وحوي ساعات قاتمة وحوي جوجرام كحوي إن شان فرتني سجال كان يكون قال بطلان مش رحين تيجي مرحوين الدنيا مرحوين الدنيا مرة كسر كل شيء أنا مو أقولي لكن وين تي بدك بدك دارتي وحوي مش رحين تون تغيره وكون قال شان سجال فرتني سجال كان يكون قال رح تسا سو شيء كون قال بالله مرحوينه لكن أنا كان سوي حقلي أبي الله اللي سيارته ضدني حتى وحوي قاتم وسع طي وسع طي مش رحين تون وحوي يقولي فرتني سجال إنه مو قرا نماتي أبو حسين محمد إبراهيم عسار ظهرت وأنا نتجي نتجي أنا وصيها راتي كرصيها راتي تاني هدو اسم البهنتا يا اسم مدر البهنتا متره وأقول يا اسم البهنتا أنا أنا اسم مدر البهنتا متره ده يسوي شغل على يا اسم مدر البهنتا وحنا نور كا أنا وحقة يا كوا يا نسمعهن ويبين تريان لكن هذه اللي جاية أو أي كي يرى دنيا كم مشرحين تاعي تواتي ود و و و واتي لكن واحد ما يقول بدي سحالة تؤن إنا يا هيد وحسيقس وحسيب هجاتي رايحين برو أركا أنا هو إيش السبب رايح وحكست أو نجا جاي ما د حق بدلا بدلا والله لسه تقال ما نقولي هي اللي هو بس لك هاي قرب تاكتي لكن وح أقدر ولا ألقى أو وح كست كوه قبنا أو وح كست كله جرب تاجن أو هذنا عن شعلين إن هذا دي بقورسة أو هري على أو دبش دتو عن شعلين بهرت أدو كأقدر أنا أقول لنا هذي دول يسوا ولا الله يو أبال بانو هينا يجا دل كنا له هري دل ككمالهن لكن هذي دول يعني أنا طب كذا وبحنا يجا كوه استجو ده ده نسجع سنة اسمها صحرو دعونا لك توا أنا هذا تكو عضير يا أنا ونين خاتمة وراها شعب كان أنا مثله هدي عيد عضة تاسي شعب كبدلان يا مامل كخاتمه أنت عرك يا دوك يسوك لتسير يسوك لتسير يا لما توا إنه عقب يسا هدي الله صحرو تضوي وتمنو البهتا وحل اللي بعنا أي قران هولك ولا مغلو وعيو هذا الكي دولة ديلا هذا الكي اسمه ديلا
بهدلات بقى إيمان إيسا تين لاس حبت دي لاس عانوت كده علينا ويكحون تايكاس وحالو العنكرة سقالي أفرتها لوقل هولك أنا لا ندوش كتلو بلا نور نسينا لما عبد الحسين في وسومالي تيفي مقالة قروي. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani oo xalay shaaciyay inuu yahay musharax madaxweyne oo markale u taagan xilka madaxtinimada Puntland ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira Puntland wuxuu si gaar ah uga hadlay inay ka qayb gali doonaan doorashada Puntland 17 xildhibaan ee deegaan doorashadoodu tahay deegaanada SSC Khatumo hadaba halkan ayaa ah magaalada Garoow ee caasimada Puntland shacabka ku dhaqan ayaa noo aragtidooda ka waydiinay hadaladoodina waxa ka mid ahaa cabsaas muuse waxa waa kale khaldatay waxa ugu galay 49 waa ugu galay waxa ku qulqotay nimba xiga iga gaar karo lix lix tiida qaswa bixay waa tirsada boo maamulka waa maamulka qabeen noqda qaatay ma aqbalayaan waa khal afarta afarta waxa baan haa doonays afarta saaxan oo codsi waxa doortaan waa ku dhawaad kanaalka VIS magacaygu waa Cabdi Waaxid Diriye waxaan u arkaa runaantii horta waa wax soo jiray waana wax waligaa lagu gala jiray maadaama la yiri in doorashada 1-4-1 man lama qaadan karo oo ay mucaaradka Puntland ay diideen in lagu galo sanadkan cusub oo la hirgeliyo oo ay ku adkaysteen in la qaato 6-6 xildhibaan oo lagu dooran jiray baarlamaanka dowladda Puntland taas waxay tahay in adun ku hor yahay sidii hore lagu soo celiyo waayo hadii la dhaho 49 lagu galo nimankii 17-kii haraatu SSC ay meesha ka baxday doorashada waqtigeena uu taagan yahay caawo markii laga reebo nimada bari bisha ka dhiman iyo 8 bari kale 10 bari ka dhiman 10 barna lagu ma soo xili karo intii adun ku hor yahay 17 xildhibaanada maqan marka waxa noqonaysa hadii uu yiri ninkan lagu ma gal karo 49 waxa lagu galiyaa 6-6kii hore oo dastuurka Puntland ku qornaa walaahay inay aqbalaya kullu hadii iyaga u taala go'aankan waa loo sheegay waxa lii hadii ay bila committee oo sidii hore xilki u qaadanaysa wixii soo qaadanaysa xilbanaadin keensada lagu yid marka waa hawl bi noqonaysa in la soo xulo marka doorashadii waa taagan tahay marka walaahay waa dhalinka dhaawaay maxay u dhalin way hadii nimankan yiraahdaan waa ka baxnaa meesha khilaaf waa dhalinka ninkana wuxuu yiri in doorasho 49 lagu ma galiyay wuxuu leeyahay 6-kii aan wax noqonaysa muddo kursi meesha inay yimaado ninkan xilka uu soo kursado hadii kale wax noqonaysa in dib loo dhigo oo wax la soo xulo wax ka qosay ma jiradii baa garaadadii iyo qaashii baa yiri dee waxa weeyaan ka baxnay madaxweyne fardhi aan leenahay maamul gaar ah baa leenahay waa sida jibla kana magala isku socdo oo fiicana 5-49 kaa lagu galo saasa waxa lagu rabaa inay ku galaan oo haddii ay ku diidaan dee ku gudahaas waa dhibaato ka dhacaysa waxa lay 49 kaa ku galaan waa hadii alle yar rasuul leeyahay maay khilaaf gali maay qaato waa tagtay waa socotay wax meesha laga doonayaa jibbaland iyo Puntland iyo qaato laga doonayaa sidii uu yeelan lahaa reerka daarob inuu yeelan lahaa saddex maamul uu yeelan lahaa waa laga shaqeeyay qolo walba diyaar baa tahay inay saddex maamul la sameeyo marka insha Allah hadduu la madan haday waa socotay waxa weeye socoti qaatume waxa weeye programka waxa weeye 49 ku galan Puntland mashruuxinta iyo madaxweynaha Dani waxaan dhinay mar kasta ku leeyahay anay moogali laakiin weyn tahay dadka marka dheeradii waxa weey mushruuxinta uu taageero oo ku galashay 49 ku galaan waxaan tan soo sheegayaa ku galbalay madaxweynuhu laakiin anagana soo dhex gelin hadduu allahay la yasiyaan tahay u badan xataa waxa weeye qaatan wasocatay mushruuxinta waxay ogol yihiin 49 inuu galo dhamaatay adana raali ka noqo abwaan xuseen maxamed ibraahin casaar dhorta waa nin tagaya nintagayaana wuxuu sii haraatay karu sii haraateeya dani hadduu isin dhulbahantaya isimada dhulbahanta matalo oo uu leeyahay isin dhulbahantaan adaana isimada dhulbahanta matala daysagaa soo xulanaya isimada dhulbahanta waxaana u arkaa annagu xaggayaga kuwa iyaga ismalihiin way idiin turayaan laakiinse haddii laga yeelo oo ay ka yeelaan nimanka musharaxiin tahay tawaatii waatiis laakiin waxa ma qubadiisa xalayto inay ahayd wax siiqas wax siib hagaajin aan ahayn bal u arkaa annagu SSC baanu nahay wax kasta oo nagaga yimaada xagga Puntland waa noo hiilisay dagaal baanu galay hiil iyo hooba isla kaaya garab taagtay laakiin waxa u daran walaalkaa oo wax kasta kuu qabanaya oo wax kasta kula garab taagan oo haddana aan jeclayn inaad adigu guursato oo reer yeelato oo dab shidato aan jeclayn ba horta adduunka u daran annaga Puntland hadday doonayso waa walaaladayo abaal baanu haynaa iyagaa dalka nala xoreeyey dalka kama lihin laakiin hadday doonayaan inaan dabka iyagu bixin iyaga ku hoos tugo deedan isaga isna isimadan soo xulo hadba u dhalin karta waxaana hadarta ku cadaynayaa
أنا ونين خاتمة وراها شعب كان أنا مثله هدي هاي دعوة تاسي شعب كبدلان يا مامل كخاتمه أنت عرك يا دوك يسكلت سنة يعني يبقى توي نوعك بس هدي الله صاحره تضوي وتمنو البهتاء وحل اللي بعنا أي قلان هولك ولا مغلي وعيو هذا الكي دولة ديلا هذا الكي اسمه ديلا بهدلات بقى ما نيسا تيل الناس حبت الناس عانوا كده علينا ويكحون تاي تاس وحاول العنكرة سقالي أفرتنا لوجل هولك أنا لا ندش كتلو بلا أنا ورد سينا نعم عبد الحسين في وسومالي تي في مقالة جروي.